يوم مدن المطاية حبايب نزلت لكم فيديو قناتي الثاني. صراحة كلش خطير هذا الفيديو، ما قدرت انسيكم يا على قناتي لان كلش رهيب يا حبايب. فيديو مسرى بالايمومان وقمر مار، واعرف حقيقة علاقتهم يا حبايب، فضيحة كلش قوية. راح احط لكم رابط الوصف يا حبايب، اتمنى من الكل يدخل على الوصف يروح يشوف المقطع على قناتي الثانية اللي اسمها مملكة المشاهير. الخبر الاول اللي عدنا عن وفاة جد نارين بيوتي، ومثل ما تعرفون يا حبايب ان نارين بيوتي هو يكون خالها سيامن، وهذه الحالة يا حبايب اللي هو جد نارين بيوتي يكون هو ابو سيامن. والدليل على هذا الموضوع يا حبايب ان نارين بيوتي نزلت هذا الستوري عشان تترحم بها على جدها، وحتى حاطه صورته، ونفس الشيء سيامن يا حبايب هم كذا يترحم بيه على ابوه، فمن حاط نفس الصوره يا حبايب قاعد يترحم عليه، فالله يرحمه يا رب ويجعل مثوى الجنه يا رب، والله يصبر اهل نارين بيوتي وسيامن. وطبعا لا تنسون يا حبايب ترحموا له بالكومنتات. ننتقل حاليا السفر محمد طبعا جوا خلال رجوعه تركيا يا حبايب، فنزل شويه ستوريات كان بيها من داخل الطياره، بعد شويه ستوريات من داخل تركيا، شويه ستوريات تضحك. طبعا الف الحمد لله على وصوله بخير وسلامه، راح احط لكم الستوريات اللي حابب نشوفها. منظر بجنن، وبعرف هلا في كثير شغلات كنت تقولوا لي لازم تحكي لنا اياها وكذا وهيك، بس بعرف ما حد مهتم او كذا. ننتقل حاليا تهجم المتابعين وتنمرهم على نور ستار يا حبايب. فيديو نزلت على حسابها بالانستغرام اللي هي هذه الصوره يا حبايب، مثل ما شايفين مع نور ستار شويه بين سمينه، هذا خلي كل الكومنتات يقولوا لها انه انت سمينه ويتنمروا عليها. مثل ما شايفين الصوره يا حبايب قدامكم، اكتبوا بالكومنتات هل تشوفون انه هي تستحق هذا التنمر اللي تعرضت له او لا. وننتقل حاليا لنور مار وقمر الطائي، ولما التقوا ويا بعض في الاغلب لحظه يا حبايب الصوره نزلت امبارح نارين، لاحظوا بالخلفيه اللي ورا نارين يا حبايب مثل ما شايفين الخلفيه مثل هاي شايفين قدامكم، نفس الشيء قمر طائي يا حبايب نزلت هذه الصوره، وكان نفس الخلفيه نفس المكان اللي كان بيه قمر نور وقمر، فتوقع يا حبايب انهم التقوا ويا بعض صار شي بيناتهم. ما ادري اكتبوا لكم بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. نروح حاليا القمر الطائي، واخيرا اعلنها عن تنزيل فيديو جديد على اليوتيوب، فنزل شويه ستوريات تقول لك فيديو ناري راح ينزل لكم يوم الاحد. حبايبي بس حبيت اقول لكم اني حاليا جاي اصور فيديو يوتيوب، الفكره هي نفس الفكره اللي قررت اسويها اصلا، فصار لي ساعه تقريبا اصور لكم وبعدني مستمر بالتصوير، فخليكم جاهزين الفيديو من هسه اقول لكم يجنن. حبايبي جاي اصور لكم فيديو، ما اقدر اشوفكم شنو اكو ورايا، بس فيديو يوتيوب يجنن، حينزل يوم الاحد الساعه 5، خليكم جاهزين الفيديو يجنن، بعدني حاليا جاي اصوره فخليكم جاهزين. وروح حاليا على يارا مار يا حبايب وتحديها لياسو منو الصوت بيهم اجمل، فنزلوا هذا التيك توك ويا بعض يا حبايب، كان يغنون بي وكان يسالون المتابعين انه مين بيهم صوته احلى. راح احطكم يا حبايب الستوري او المقطع وتكتبون بالكومنتات من عجبكم صوته اكثر. ستي قالت للبنات بيلبسوا فساتين، امي قالت للبنات ما يلعبوش بالطين، وخالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروح النار، بس انا ابويا ما قاليش، فانا هعمل الصح واشرب عصير. عصير حشيش حكيت لي من الاول. عصير حشيش. وبختم عن يارا يا حبايب رد انه هلا اكو خلاف بينها وبين نور مار، فهي قالت يا حبايب ما عاد خلاف اصلا ومثل تحكي بهذا الموضوع من الاساس، هذا الشيء يمكن يخليهم حاليا يتقربون من بعض ويصالحون. راح اعطيكم اللقطه. شو مشكلتك ما في مشكله، برجع بقول انا ما في مشكله بيني وبين حدا والله العظيم، ويوم اللي صارت المشكلة هاي أنا ما كنت بعرف فيها ولا كنت بعرف شو اللي صاير أصلا، وبالعلامة إنه أنا هذا الشخص أول المشكلة ما أول ما صاروا كلياتها اتصلت فيه أكثر من مليون مرة وما كان يرد علي، ضليتني أتصل ساعة وما كان يرد علي، والعالم عم تفكر لانه انا ساكته معناته هذا الشيء صح. لا حبيباتي انا ساكته لانه ما بدي اعطيها المال العالم اكثر من قيمتهم، بس ساكته لانه انا بعرف اني انا السابقه وبعرف انه انا اللي معي الحق مو مهدي انت العالم. وبالختام يا حبايب لا تنسوا المقطع نزلت على قناتي الثانيه، اتمنى يا حبايب الكل يدخل يشوف المقطع خطير بين قمر وايمو، رابط الوصف يا حبايب وبالتعليقات وبس، كان فايز زي مقطع ملك الخصاص، احبكم ومع السلامه.